السلام عليكم. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، وذلك حين سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وفي مقابل النهي عن عقوق الوالدين أمر الله تعالى ببرهما والتودد لهما والدعاء لهما وحفظ معروفهما. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تبين هذه الآية أنه يمكن للولد أن يعصي والديه ولا يطيعهما فقط في حال أمره أن يشرك بالله تعالى أو أمره بمعصية، فطاعة الله تعالى فوق طاعة المخلوقين مع بقاء المعروف والمعاملة بالحسنى. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فماذا لو اجتهد الوالدين في تربية ابنهم أو بنتهم وبذلوا الغالي والرخيص كي يكون إنسانا صالحا ناجحا بارا، لكن لم يجدوا إلا العقوق والإساءة والضرر وخسارة بكل ما قدموه وبذلوه بهذا الابن، فماذا يفعل الأب والأم بهذه الحالة؟ أولا، هذه ليس مهمتك ولا مهمتي، وإنما عليك أيتها الأخت أن تسعي وتجتهدي في تربيتهم، واترك الأمر فيما بعد لله تعالى. قد نحزن ونتألم ونبكي ونصرخ ونبحث ونسأل عن حلول بعد أن نعجز عن كل الحلول التي جربناها معهم، لكن قد لا ننجح في هداهم ولا صلاحهم مهما فعلنا ومهما سعينا ومهما دعونا، لأنه قد يكون ابتلاء واختبار من الله تعالى لنا. فنحن لسنا أفضل من الأنبياء، فالله تعالى اختبر سيدنا نوح وهو نبي، فكان يدعو الناس ويتألم على كل من لا يتبعه، فما بالنا بألمه أن ابنه لم يستجب له. قد يظن الوالدان بعد ذلك العقوق أنهما قد أخفقا في تربية تلك أو أن ذاك العاق هو السبب، وهنا أركز على كلمة تربية، أي فعلا قدموا له التربية الواجبة عليه كوالدين من تعليم دينه وتعليمه التعليم الدنيوي وتربيته على الأخلاق الفاضلة منذ صغره بالحد الأدنى المطلوب، ثم كانت النتيجة عكس ما قدما. فهنا يترك الأمر لله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء والإلحاح عليه بأن يهديه ويصلح قلبه، فإن لم يهديه الله فالرضا ثم الرضا بقضاء الله وقدره، والرضا هنا يكون بقضاء الله بالخير والشر ليس فقط بالخير، وهذه من المسلمات. أعرف تماما ما في قلب الأب والأم المتألمين والمهمومين لحال ابنهم الذي انحرف عن الطريق وابتعد عن الله تعالى، ومعظم الأخلاق أو كلها التي بذلوا ساعات وشهور وسنين وهم يعلمونه ويحسنون في تعليمه، فتكون النتيجة شاب عاص لله تعالى تارك لأوامره ويرفع صوته على والديه وقد يضربهما والعياذ بالله، أو قد يكون إنسانا فاشلا أو ناجحا ولا يسأل عنهما بل يشعر بالعار كونهما والديه، أو قد يكون سارقا أو مجرما أو شاذا أو تاجر مخدرات ولا يفرق بين حلال وحرام، وإنما جل ما يهمه متعته ومتعته فقط. إذا خرج الوالدان وجدهم جارهم فلان وهو يخبرهم أن ولدهم فعل كذا، وآخر يقول: يا أخي ما عرفت تربها الولد، وأخرى تقول: لو كان عندي ولد مثل ابنك والله لربي أحسن تربية. عدم المؤاخذة، التقصير واضح في التربية، وانظري إلى ابن فلان بنفس العمر والحمد لله فعل كذا وكذا، وتذكر لها إنجازاته، والأم هنا يتحرق قلبها لمجرد أنها موضع اتهام. إذا ذهب الوالدان للمدرسة يريان المعلم يشتكي والمدير والطلاب والجميع يلقون اللوم على الوالدين المسكينين، أقول لكم رفقا بهما فالله تعالى وحده أعلم بقلبهما المكلومين، خففوا عنهما واجعلوا لكم دورا في صلاح ولديهما، فإن لم تستطيعا فادعوا لهما ولا تثقلوا الحملة وكونوا سعاة بالخير لا بالشر. وهنا سأذكر قصة الغلام الذي قتله الخضر في قوله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن
القوم طغيانا وكفرا. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد، وحزين عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فليرضى امرئ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. لا شك في ذلك، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن إما في ذنب فيحتاج للتوبة، وإما في مصيبة فيحتاج إلى صبر، وإما في نعمة فيحتاج إلى شكر. فإذا كان المسلم يصبر عند الضراء ولا يجزع ولا يتسخط ولا يتكلم بلسانه ما يغضب الله تعالى، ولا يعمل جوارحه بما يغضب الله كشق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر، فيصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويشكر عند النعمة ويتوب عند المعصية والذنب، فهذه علامة السعادة. لا تدعوا على أولادكم مهما كانوا عاقين وعاصي، بل ادعوا لهم بالخير والصلاح، لعل دعوة من دعائكم تقلب موازينه ويصلح حاله، ويتحول من عاق إلى ابن بار مرضي نادم على ما فعل بكما. فالدعاء يغير القدر، وإن لم يستجب الله تعالى لدعائكم فلا تبتئسوا، فالله تعالى يعلم الخير في أمره. واستعينوا بالله وحده، واحتسبوا وعزاءكم أنكم لم تقصروا في تربيته، لكنه اختار الطريق الخاطئ. لكن لوموا أنفسكم لو قصرتم في تربيتهم وتعليمهم، وتركتوهم لشياطين الإنس والجن، ولم تعلموهم الحلال من الحرام، ولم تكونوا مثالا يقتدوا به. تحسروا على أبنائكم وعلى أنفسكم إن كنتم آباء ضيعتم البوصلة، ولم تعتنوا بهم، ولم تنتبهوا لهم، ولم تحسنوا لهم، وعندما كبروا تذكرتم أنه عندكم أطفال. هنا اعذروني إن قلت لكم لقد فات الأوان في أن يكون لكم دورا في إصلاحهم، فقد رباهم الهاتف الذي بين أيديهم، وصديق السوء الذي كان أقرب إليه منكما، والشيطان كان يسرح ويمرح به كيف شاء، فقد كان قابلا لكل وسوسة يوسوسها في أذنيه ويطبقها. بالنهاية أيها الآباء والأمهات، ليس للمرء إلا ما سعى، وأنتم اجتهدوا في تربيتهم، فإن كانوا من المرضيين فهذا من توفيق الله ورضاه، وإن كانوا عاقين فلا تنسوا عليكم بالدعاء والاحتساب واللجوء لله تعالى. نسأل الله أن لا يحرق قلب أي والد أو والدة، ولا أفجحهما بعقوق أبنائهما، ورزقنا وإياكم الأبناء الراضين المرضيين الهداة المهديين البارين بنا. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يدفعني ويشجعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.